بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد عندنا فيها تفاصيل كتيرة، ودايما بنشوف آخر المستجدات سواء في الساحة الرياضية عبر السوشيال ميديا عشان نقول لكم كل جديد عندنا من خلال حلقات برنامج الترند. والنهاردة بالتأكيد حلقة نهاية الأسبوع. طبعا النهاردة بداية اليوم كانت بداية سعيدة، بداية جيدة، فوز منتخب مصر لكرة اليد على اليابان، انتصار مهم جدا في إطار مباريات دوري المجموعات، فوز منتخب مصر لكرة القدم أيضا كمان على منتخب أستراليا وضمان التأهل إلى مرحلة دور الثمانية، وبالتأكيد مواجهة منتخب البرازيل في اللقاء المرتقب إن شاء الله يوم السبت القادم. أيضا كمان هيكون عندنا استعدادات لفريق النادي الأهلي لمباراة أسوان، هذه المباراة المقرر إقامتها غدا إن شاء الله الساعة 7 على استاد بيتروسبورت ملعب نادي أسوان اللي اختاره لإقامة باقي مبارياته في ختام الدوري هنا في القاهرة طبقا لرغبته مع كل الفرق المتبقية ليه في مباراة الدوري العام وليست مباراة الأهلي فقط. حلقة فيها تفاصيل، حلقة فيها عناوين مهمة، وإن شاء الله النهاردة قدر إمكان أن أقول لكم كل الأخبار وكل الجديد بالنسبة للساحة الرياضية وبالنسبة لأخبار الأهلي خلال الفترة اللي جاية، وإزاي هنشوف بقى تأهل المنتخب الأولمبي الفترة اللي جاية بعد الفوز اليوم على استراليا ومدى تأثير ده على مشوار الدوري. وده السؤال المطروح عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، المنتخب تأهل، الدوري وضعه إيه، ظروفه إيه، كل ده هنتكلم فيه في حلقة النهاردة. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة: بعد تأهل منتخبنا الأولمبي إلى دور الثمانية، ما الذي يحتاجه المنتخب الأولمبي لتحقيق ميدالية في طوكيو؟ شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات، ولعل وعسى بإذن الله يقدر منتخبنا الأولمبي يحقق ميدالية إن شاء الله، على الأقل برونز في طوكيو، وتكون أول ميدالية في دورة أولمبية للعبة كرة القدم بالنسبة للكرة المصرية. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة أسوان. وفي الترند المحلي، تعديلات متوقعة على جدول الدوري. وفي الترند الأولمبي، الشناوي يقود المنتخب الأولمبي للتأهل لربع نهائي طوكيو. كل السوشيال ميديا وكل الوسائل العالم بتتكلم على الأداء المميز لمحمد الشناوي والفارق الشاسع اللي أحدثه الشناوي النهاردة مع منتخبنا الأولمبي للتأهل إلى دور الثمانية، وتصديه للعديد من الكرات عشان المرمى النهاردة المنتخب يخرج خالي الوفاض من أي إحراز أهداف في مرمى، وبالتالي يقدر يتأهل إلى المرحلة القادمة. أداء مميز للشناوي، هدف رائع لأحمد ياسر ريان، متابعة مميزة لعمار حمدي في الهدف الثاني، مصر فازت وتأهلت، وكلنا إن شاء الله بإذن الله سعداء بهذا التأهل من أجل إنجاز طيب للرياضة المصرية وللكرة المصرية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند، وعندنا تفاصيل ومعلومات وعناوين مهمة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. النهارده طبعا كان في اجتماعات مهمه جدا بغض النظر عن الكوره بقى واللي بيحصل بالنسبه للدوري العام، ماتش الاهلي واسوان وايضا مباراه المنتخب الاولمبي. النهارده كان في اجتماع مهم جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع رؤساء مجالس ادارات الشركات الرياضيه اللي تم تشكيلها خلال الفتره الاخيره. اجتماع مع دكتور يحيى راشد رئيس مجلس اداره شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، واجتماع ايضا مع المهندس ايمن اسماعيل رئيس مجلس اداره شركه الاهلي للمنشات الرياضيه واعضاء مجلس اداره كلا الشركتين. النهارده كان اجتماع مهم جدا للكابتن محمود الخطيب. شركه الاهلي للخدمات الرياضيه اكيد في يعني امور مهمه جدا بالنسبه للتحضير خلال الفتره اللي جايه، ونفس الامر بالنسبه لشركه المنشات الرياضيه. وقدامنا هي بعض اللقطات النهارده من هذا الاجتماع للكابتن محمود الخطيب مع رئيس مجلس اداره كل شركه واعضاء مجلس الاداره لدراسه بعض الملفات والتحضير لانطلاق العمل بالنسبه لهذه الشركات خلال الفتره القادمه. وكانت خطوه غير مسبوقه في اطار العمل الرياضي وعمل الانديه ان الاهلي اتخذ هذا القرار في الفتره الاخيره، وتخصيص اقامه عدد من الشركات لبعض الامور والقطاعات داخل النادي الاهلي. بنتكلم عن المنشات الرياضيه، الخدمات الرياضيه، شركه كره القدم، المنشات السياحيه، حاجات كتير جدا خلال الفتره الاخيره. دايما النادي الاهلي بيضرب المثل في كيفيه التطوير والتحضير للمستقبل خلال الفتره
اللي جاي. طيب تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع نروح لتقرير بيتحدث فيه دكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي عشان يشرح لنا كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاجتماع وما دار في هذا الاجتماع من تفاصيل بالتأكيد بتهم الجانب الجمهور النادي الأهلي في المقام الأول وأعضاء النادي الأهلي وكل المهتمين بالشأن الأهلاوي. نتابع في هذا التقرير تصريحات دكتور سعد شلبي ثم لنا عودة بعد هذا التقرير. في الحقيقة النهاردة كان عندنا مجموعة من الاجتماعات الخاصة بشركات النادي الأهلي وفي مقدمتها شركة الأهلي للخدمات الرياضية، وحضر النهاردة في هذا الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور يحيى راشد بحضور الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الشركات اللي كانت موجودة في هذا الاجتماع. وهذا الاجتماع أيضا تناول مجموعة من المهام الرئيسية اللي بتقوم بها الشركات وتسليمهم كافة الوثائق الخاصة بتأسيس كل من الشركات، وبالفعل انتهت النهاردة عمليات التسليم لكل هذه الوثائق، وكان في على رأسها النظام الأساسي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية أيضا تم الانتهاء منه وتسليمه. أيضا عقد التأسيس الشركة أيضا تم تسليمه لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة. أيضا قرار إشهار التأسيس للشركة أيضا تم تسليمه النهاردة. كمان تم نقل الخدمات والحقوق اللي بيمتلكها النادي الأهلي لكي تقوم بتشغيلها شركة الأهلي للخدمات الرياضية. وبالفعل أيضا تم هذا في الاجتماع التالي لهم أيضا مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية في حضور رئيس مجلس الإدارة المهندس أيمن إسماعيل وأعضاء مجلس الإدارة. وتم بالمثل كما تم مع شركة الخدمات الرياضية تسليمهم كافة الوثائق الخاصة بالشركة كالنظام الأساسي، أيضا عقد تأسيس الشركة، قرار إشهار الشركة، البطاقة الضريبية، السجل التجاري، أرقام الحسابات الخاصة بهم في البنوك الوطنية المصرية، بالإضافة إلى نقل ملكية تنفيذ العقود الخاصة بالنادي الأهلي بما يتناسب مع طبيعة عمل كل شركة من الشركات اللي كانت موجودة النهاردة في الاجتماعات. أهم القرارات زي ما أنا قلت دلوقتي حاليا إن احنا نقلنا كل الحقوق اللي بيمتلكها النادي الأهلي بما يتناسب مع طبيعة مجال عمل الشركة. على سبيل المثال شركة الخدمات الرياضية هي اللي هتقوم بعد كده بالفعل بتنفيذ حجوزات رحلات الفريق الأول وكل الفرق الرياضية سواء في المعسكرات، أيضا الرحلات الخاصة بأعضاء النادي الأهلي من حجوزات لفنادق وتذاكر طيران ولا آخره، ده تم نقله النهاردة رسميا. كمان تم أيضا تزويد الشركات ببعض الكفاءات الوظيفية من الجهاز الوظيفي للنادي الأهلي في مجالات الحسابات المالية، في مجالات التسويق، في مجالات أيضا التشغيل، في مجالات الشؤون القانونية. وبالتالي عشان تستطيع من النهاردة الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مهامها اللي أنشأت من أجلها إن شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، وتفاصيل مهمه جدا في اللقاء اللي كان بيتحدث فيه دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي عن الخطوات القادمه مع شركه الاهلي للخدمات الرياضيه وشركه الاهلي للمنشات الرياضيه. بالتوفيق خلال الفتره اللي جايه ومجهود عظيم بيتم خلال هذه الفتره لتطوير وتحديث اطار العمل داخل النادي الاهلي في جميع القطاعات. طيب بالنسبه بقى لكره القدم، النهارده التاهل لمنتخبنا الاولمبي بالتاكيد شيء اسعد كل المصريين وكل المنتمين للرياضه المصريه وللكره المصريه، تاهل انجاز طيب الوصول لدور الثمانيه، هتواجه منتخب البرازيل. طيب يا جماعه، البرازيل كانت في المجموعه الرابعه، تصدرت المجموعه بسبع نقاط، كوت ديفوار في المركز الثاني بخمس نقاط، المانيا خرجت من الدور الاول وعندها اربع نقاط، السعوديه صفر من النقاط. البرازيل يا جماعه عملت مباريات، طبعا دي لقطات من مباراه النهارده مصر واستراليا، شايفين تمريره واختراق رمضان صبحي، تمريره مميزه لاحمد ياسر ريان، هدف ولا اروع من احمد ياسر ريان، افتتح بيه النهارده اول اهداف منتخبنا الاولمبي في دوره طوكيو، وهذا الهدف كان بمثابه العبور الى مرحله دور الثمانيه، لان كان مهم جدا تكسب ثم بقى تبدا تفكر في فارق الاهداف، لان طبعا كنت بتنتظر نتيجه المباراه الاخرى. الشناوي النهارده يعني دور مهم جدا لا يقل اهميه عن دور اي فرد داخل الفريق، لما تم اختيار محمد الشناوي لحراسه مرمى منتخبنا الاولمبي كان بيتم اختيار لاعب بمواصفات عالميه في مركز المنتخب ممكن يكون محتاج فيه لعيب خبره. الفكره هنا مش بتكلم عشان فكره انتماء، فبتتكلم عن فكره انت معاك افضل حارس في مصر وافضل حارس في افريقيا، فعشان كده النواقص اللي كانت موجوده كعنصر الخبره في هذه البطوله منتخبنا الاولمبي والكابتن شوقي استعان باللعيبه اللي ممكن تسد هذه الثغرات. بنتكلم على الشناوي، بنتكلم عن حجازي، وبجوار الحجازي موجود الونش، هدف عمار حمدي المتابعه احمد حجازي النهارده مع اسامه جلال. النهارده المنتخب زي ما انا قلت امبارح، منتخبنا الاولمبي لو الكابتن شوقي غريب فرض اسلوبه على لعيبته قبل ما يفرض اسلوبه على الفريق المنافس هيكسب. منتخبنا الاولمبي كان لازم يلعب بالطريقه اللي هو بيلعب بيها اثناء البطوله الافريقيه المؤهله للدوره الاولمبيه في مصر،
لازم تفرض شخصيتك، لازم تفهم لعبتك انك بتلعب باسلوبك انت مش باسلوب عشان تطلع باقل الخسائر من المنافس. انت اسم كبير، انت معاك لعيبه مميزه، لازم الجهاز الفني والكابتن شوقي يبقى عارف ان هو معاه افضل لعيبه في مصر، وهو كمدير فني عنده خبرات وكل الناس كانت واثقه فيه انه يقدر يتخطى هذه المرحله. لما حطيت كل هذه الثقه النهارده ونزلت عملت مباراه كبيره. كانت في ثغرات دفاعيه، لكن في نفس الوقت كان عندك حارس عظيم قدر يتصدى لهذه الثغرات ويحافظ على شباك منتخبنا الوطني عشان يتاهل بمنتخب مصر الاولمبي الى دور الثمانيه في مواجهه منتخب البرازيل. البعض يقول لي المباراه هتبقى صعبه. بصوا يا جماعه، التاريخ والبطولات حاجه والملعب حاجه تانية. لعبنا قبل كده مع البرازيل في كاس القارات وعملنا مباراه من اعظم مبارياتنا التاريخيه في مشوار كره القدم على مستوى التاريخ، وطلعنا بنتيجه 4-3. كسبنا ايطاليا في كاس العالم للقارات. لعبنا مع البرازيل اللي هنلعبها يوم السبت الساعه 12 دور، لعبنا معاها ودي وكسبناها ودي. ممكن تكون مباراه وديه بس انت لعبتها وكسبتها. البرازيل في مجموعتها لو بتتكلموا على نتائجها 7 نقاط، اهي دي بعض اللقطات ليها النهارده في مباراتها مع كوت ديفوار، ولعبت كمان مع المانيا ومع السعوديه. اهي دي مباراتها النهارده مع السعوديه، دي مباراتها مع السعوديه. كسبت السعوديه 3-1، كسبت المانيا 4-2، اتعادلت مع كوت ديفوار 0-0. يعني ممكن يكون المنتخب ده عنده مشكله في التعامل مع الفرق الافريقيه فتعادل. انت عندك مباراه معايا يوم السبت ان شاء الله تقدر تعمل نتيجه ايجابيه، واذا منتخبنا باذن الله يا رب اذا قدر يكسب البرازيل انا واثق ان شاء الله مصر مش هترجع من دوره طوكيو في منافسات كره القدم الا لما يكون معاك ميدالية أولمبية. ولما يكون معاك ميدالية أولمبية في إنجاز زي ده حاجة هتبقى شرف كبير جدا لكل المنتمين للكرة المصرية وللرياضة المصرية. في ظهر الفريق، في ظهر المنتخب، ده منتخب بلدنا، هنفضل نسنده لآخر لحظة. لكن في نفس الوقت بقى ومنتخبنا بيكسب وبيعمل نتائج كويسة، السوشيال ميديا بقى راحت لفكرة طب وضع مباريات الدوري إيه؟ ما هو المنتخب مكمل كده وهيكون عنده لسه مباراة يوم السبت الجاي 31/7، وإذا ربنا قدر لنا الفوز والمكسب مكملين لسه كمان لغاية يوم 3/4 أغسطس. فبالتالي أنت عندك مباراة دوري الفترة الجاية، هل كان في تنسيق مع الأهلي مع الأندية الأخرى؟ هل في تنسيق مع أندية دجلة وسيراميكا كليوباترا؟ الوضع الجدول هيبقى إيه؟ الناس كلها بتتكلم، وحتى صفحات السوشيال ميديا الصفحات الرياضية بتتكلم، حتى صحيفة الوطن على حسابها الرسمي قالت إن في تنسيق إن المباراة اللي جاية ممكن تتأجل بعد تأهل المنتخب الأولمبي. ده هنشوفه خلال الساعات الجاية. ليه بقول خلال الساعات الجاية؟ بصوا يا جماعة، بكرة عندنا ماتش مع أسوان بكرة الخميس 29/7 في استاد بتروسبورت الساعة 7 مساء. منتخبنا الأولمبي هيلعب مع البرازيل يوم السبت اللي جاي يوم 31/7 في دور الثمانية الساعة 12 الظهر. موقف منتخبنا هيتحدد في مشوار البطولة بعد يوم السبت. طيب ليه بعد يوم السبت؟ لأن المباراة اللي جاية للأهلي بعد مباراة أسوان لسه يوم الاثنين مع دجلة، هتبقى يوم الاثنين اللي جاي الموافق 2 أغسطس على استاد السلام الساعة 9. الأهلي وسيراميكا لسه الخميس اللي جاي زي بكرة 5 أغسطس على استاد السلام الساعة 9. فبعد ماتش البرازيل هنشوف ساعتها الموقف ايه، اذا كان في اتفاقات رسميه، لان انا مستنى اسمع تصريح رسمي من اتحاد الكوره. الاتفاق كان ايه بشكل رسمي؟ هل الاتفاق كان بعد الثلاث مباريات؟ طب هل الاتفاق ان في لعيبه هترجع بعد الثلاث مباريات ولا لا؟ عايز اعرف بشكل رسمي. الاتحاد برضو لازم يوضح اطر الاتفاق اللي تم ما بين الاهلي مع الانديه الاخرى. خد بالك برضو دجله في لعيبه موجوده في منتخبنا الاولمبي، سيراميكا كليوباترا، احمد ياسر ريان موجود مع منتخبنا الاولمبي. في فرق كانت اكيد بتتضار لو كانت لعبت في وقتها، لعيبه مش موجوده معاها دلوقتي، فاكيد في حصل اتفاق ما او يعني موقف ما بخصوص المرحله الجايه. ده هيتحدد اعتقد بعد مباراه البرازيل، لانك ان شاء الله اذا كسبت البرازيل انت مكمل بقى، مكمل لغايه اخر يوم في منافسات كره القدم لغايه 6/8 او 7/8. عندك سيمي فاينل، خسرت لا قدر الله عندك ثالث ورابع عشان الميدالية البرونزيه. فبالتالي هي هتبان الرؤيه بعد مباراه البرازيل. عندنا مباراه اسوان، ما نتكلمش في اي حاجه الا في مباراه اسوان، نكسب بكره عشان فرق النقاط، لان كل اهلي ما بيكسب بيضع الضغوط على كل الموجودين في الوسط الرياضي بلا استثناء، لان الاهلي ما وظفوش غير هدف واحد بس، الفوز بالدوري. الاهلي هو المرشح الاول للفوز بالدوري والكل عارف كده. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، عندي بعض التفاصيل الخاصة بالترند الأولمبي، وهنتكلم كمان عن الفترة اللي جاية مشوار منتخبنا الأولمبي إذا كمل هل ليه تأثير بقى على القيد الإفريقي ومشوار الأندية في البطولات الإفريقية وتسجيل أسماء الأندية، قيد اللاعبين. كل دي حاجات يا جماعة لازم تحطوها في الحسبان وانتوا بتتكلموا على فكرة المباراة هتتأجل ولا مش هتتأجل. أخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نرجع مع بعض ولسه عندنا التفاصيل في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والترند الاولمبي بعد فوز منتخبنا النهارده والتاهل لدور الثمانيه. طيب النهارده في تصريحات مهمه جدا للكابتن شوقي غريب عاقب المباراه مباشره. الكابتن شوقي قال
انه لعب مباراه استراليا بنفس الطريقه اللي لعب بيها بطوله افريقيا اللي فازت بيها مصر خلال الفتره الماضيه. انا قلت الكلام ده امبارح، افرض اسلوبك على اللعيبه هتفرض اسلوبك على المنتخب اللي هتواجهه، العب بطريقتك، العب باسلوبك. النهارده الكابتن شوقي قال لعبت بنفس الطريقه اللي لعبت بيها في الدوره الاولمبيه او دوره المنتخبات الافريقيه في مصر لاهالي الدوره طوكيو، وانت لعبت فيها مباراه مميزه جدا، بالتالي كسبت النهارده. قال كمان الكابتن شوقي ان تواجد الشناوي والونش وحجازي اعطى الفريق قوه دفع كبيره وقوه كبيره، وده ظهر النهارده اكتر في مباراه استراليا. قال كان علي المغامره في مباراه اليوم دون الافراط في المباريات الثلاث، قمت بتغيير الخط الامامي بالكامل، لذلك الفريق النهارده ظهر بالشكل المطلوب امام استراليا. قال كمان انه استغل عمار حمدي بشكل جيد بعد نزوله في الدقيقه 61 بديلا لصلاح محسن، وعمار حمدي احرز الهدف الثاني في متابعه رائعه، قتل الجيم وقتل المباراه واكد تاهل المنتخب الاولمبي. الشناوي كمان الحارس العظيم اللي الكل بيتكلم عليه وبيشيد بيه ودوره المهم جدا مع منتخبنا الاولمبي، حارس مرمى مصر والنادي الاهلي. قال الشناوي ان الفريق قدم مباراه قويه امام اسبانيا في الجوله الاولى، وفي الجوله الثانيه كنا افضل من الارجنتين لكن الحظ ما كانش حالفنا. قال كمان واضاف الشناوي كان يجب ان نفوز على استراليا في الجوله الاخيره للتاهل للدور الثاني، ان شاء الله هنستعد جيدا للمنتخب البرازيلي قبل المباراه المقرر اقامتها يوم السبت المقبل. ان شاء الله المباراه هتكون يوم السبت الساعه 12 الظهر بتوقيت القاهره، الساعه 7 مساء بتوقيت اليابان. اكرم توفيق بقى اللاعب نقدر نقول قلب الاسد، قلب اسد وسط ملعب وظهير ايمن نادي الاهلي ومنتخبنا الاولمبي، هاجم اكرم توفيق البعض النهارده اللي حاول يقلل من قيمة المنتخب طبعا نتيجة الأداء والنتائج اللي كانت في المباراتين السابقتين. قال احنا يا جماعة مش منتخب ضعيف، احنا من أقوى منتخبات البطولة، الفوز في مباراة اليوم هيدينا الثقة قبل مباراة البرازيل. هي الفكرة يا أكرم، انت بتلعب وبتجتهد والناس كلها بتشيد بيك، ممكن نتيجة في النهاية ما تسعدش الكل او ما تسعدش البعض فيقولك النتيجة مش كويسة فما ينفعش، ده مش أداء منتخبنا الاولمبي. الناس بتقيم يا جماعه طبقا للنتيجه، بس في نفس الوقت في لعيبه ممكن تلعب مباريات كبيره جدا والمنتخب يخسر بس بتشيد ببعض اللعيبه. انا ممكن اللعيبه غصب عنها بتقرا وبتشوف السوشيال ميديا، لكن ركز ركز يا اكرم في المباريات اللي جايه، وزي ما انت كنت بتركز مع الاهلي ما كنتش بتلعب فتره طويله جدا، بس لما خدت ولعبت مش عايز اقول لك جمهور الاهلي واقف في ظهرك ازاي وبيساندك ازاي، فاهم حاجه تركز في المرحله الجايه يا اكرم. والسوشيال ميديا نتمنى برضو اللي هي الفترة الجاية تبقى واقفة في ظهر اللعيبة، لأن ده من ضمن الأمور اللي كانت سلبية في بعض الفترات مع لاعبي النادي الأهلي. طيب دي تصريحات الكابتن شوقي ومحمد الشناوي وأكرم توفيق. طيب السوشيال ميديا بقى، السوشيال ميديا كتبت النهاردة إيه عن المنتخب بعد التأهل لمرحلة الدور الثمانية، بعد الفوز والتأهل لمرحلة الدور الثمانية. والسوشيال ميديا أكيد النهاردة كان فيه كلام كتير جدا، والصفحات كلها كان ترند النهاردة الكلام على منتخبنا الأولمبي. نبدأ مع بعض أول حاجة من خلال صفحات السوشيال ميديا، صفحة يلا كورة اتكلمت، صفحة يلا كورة على الفيسبوك كتبوا إن الشناوي بيقدم دروس لكل الحراس في طوكيو 2020. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، الشناوي بيقدم دروس لكل الحراس في طوكيو 2020. طيب لسه كمان مع الحساب الرسمي ليلا كورة على الفيسبوك، واللي قالوا ان الشناوي عندما يكون الحارس نصف الفريق، وقدامكم اربع لقطات لتصدياته النهاردة في مباراة استراليا. كمان مع الحساب مع الوطن الرياضي بيتكلموا على ان اكرم توفيق اكثر من استخلص الكرة في مباراة مصر واستراليا، قلب الاسد. والله ما كنت لسه شفت الصورة، بس هو ما حدش يطلق على اكرم توفيق الا قلب الاسد، اداء ورجولة وقوة، لعيب يعني ربنا يحميه ان شاء الله. لسه مع صفحات السوشيال ميديا، وايضا كمان صفحه محمد النني نجم منتخبنا الوطني وابرز المحترفين في ارسنال، كاتب الف مبروك صعود ابطال منتخب مصر الاولمبي، بالتوفيق يا رجاله في الماتش القادم باذن الله، وصوره جماعيه لكل لاعبي منتخبنا الاولمبي. حساب فيفا بالعربي، الحساب الرسمي للاتحاد الدولي فيفا، مسابقه كره القدم الاولمبيه للرجال، المنتخب المصري يفوز 2-0 على استراليا ويتاهل الى الدور ربع النهائي، الف مبروك للفراعنه. طيب لسه مكملين مع بعض برضو، وصفحه في الجول، منتخب مصر سيواجه البرازيل في دور الثمانيه يوم السبت المقبل في تمام الساعه 12 الظهر بتوقيت القاهره، منتخبنا كان قد واجه السامبا في 17 نوفمبر 2020 في استاد القاهره، وكانت مباراه وديه وانتهت بفوز الفراعنه بهدفين لهدف. طيب دي كانت اخر حاجه متعلقه النهارده معانا بالنسبه للترند الاولمبي. طيب بيتكلم برضو كمان، واحنا بنتكلم على الكوره كان في انجاز النهارده بالنسبه لكره اليد، من انجاز كره القدم لانجاز كره اليد. النهارده منتخبنا الاولمبي لكره اليد قدامنا بعض اللقطات حتى النهارده من مباراه مصر واليابان اللي اقيمت الساعه 7:15 صباح اليوم،
مصر عملت مباراة كبيرة أمام اليابان، كسبت 33-29 وده الانتصار الثاني. مصر عندها 4 نقاط بعد الفوز على البرتغال، الفوز على اليابان، الخسارة المتوقعة مع منتخب الدنمارك. عندنا المباراة القادمة مع السويد، مهم جدا المكسب لأن ده المباراة اللي هتحدد مين تاني أو تالت المجموعة خلف الدنمارك. لسه المباراة الأخيرة هتكون مع منتخب البحريني. حاليا الدنمارك في الصدارة ب6 نقاط، السويد 6 نقاط، مصر 4 نقاط. وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية كلنا ثقة في منتخب كرة اليد يقدر يعمل نتيجة إن شاء الله تسعدنا خلال الفترة اللي جاية. طيب جدول منافسات اليوم السادس من أولمبياد طوكيو في مباريات الغد إن شاء الله. طيب الشراع عندنا نجمنا المصري علي بدوي، بكرة إن شاء الله عنده مباراة الساعة 7:05 في الشراع. أيضا كمان في الشراع خلود منسي هتلعب الساعة 7:15 صباحا. في التجديف نصف النهائي عبد الخالق البنا وصل لتجديف في نصف النهائي، هيلعب 7:10، ربنا يكرمه ان شاء الله ويقدر يحقق ميدالية بعد الفوز، او لا قدر الله يقدر يلعب على الميدالية البرونزية. في الجودو في وزن 100 كيلو جرام رمضان درويش هيلعب الساعة 6 صباحا. في الملاكمة وزن 91 كيلو جرام يسري رزق هيلعب الساعة 2:10 ظهر الغد. في السباحة 100 متر فراشة يوسف رمضان هيلعب الساعة 3:10 عصر الغد. في الرماية ماجي العشماوي هتلعب الساعة 4 فجر الغد. وفي الرماية أيضا عبد العزيز زمحلبة وأحمد زاهر هيلعبوا الساعة 5:10 فجر الغد. وفي السلاح فريق السيدات هيلعب الساعة 5:30 فجر الغد إن شاء الله. نتمنى التوفيق يا رب لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو، ولسه الأيام اللي جاية إن شاء الله كلنا متفائلين بميداليات وأرقام قياسية تشرف الرياضة المصرية وسط محفل عالمي كبير جدا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى ازاي كيف يستعد الاهلي لمباراه اسوان. اهلا بحضراتكم من جديد، و استعداد الاهلي لمباراه اسوان، مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا. احنا مش بنلعب مباراه دوري، هي المباراه حاليا اصبحت هي كلها مباريات كؤوس. الفائز مش 3 نقاط، ده انت بتقرب بشكل كبير في المنافسه والاقتراب من درع الدوري في ظل مباراه حاسمه خلال الفتره اللي جايه. تفاصيل كتير عن الاستعداد لاسوان، بعض الغيابات خلال الفتره الاخيره، الجهاز الفني هيتعامل ازاي مع الغيابات اللي موجوده، هيجهز ازاي لماتش اسوان، مباراه اسوان على استاد بتروسبورت، الفترة اللي جاية بعد تأهل المنتخب الأولمبي لمباراة الدور الثمانية مع البرازيل، هل في تنسيق أحمد مجاهد اتحاد الكورة قال إيه للأندية؟ كل التفاصيل ده هنعرفها من زميلنا محمد توفيق مراسل قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة بيتابع تدريب النادي الأهلي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طيب استفسارات كتير وأمور كتير، لكن أول حاجة عايز أسألك عليها، الأهلي إزاي بيستعد لمباراة أسوان؟ بعض الغيابات الجهاز الفني هيتعامل معاها ازاي؟ الحاله المعنويه، الاجواء بالنسبه لك وانت شايفها بالتاكيد من قلب ملعب التتش والدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله. زي ما قلت في البدايه محمد، احنا مش بنلعب يعني هي مباريات دوري على الورق، لكن هي في الواقع زي ما قلت هي مباراه كؤوس. انت كمان مضغوط بتلعب مباريات مطالب الفوز فيها، يعني فاضل لك 9 مباريات للظفر بلقب الدوري، مطالب بالفوز في ال9 مباريات بشكل تام عشان تحقق الدوري بدون النظر لنتائج المنافسين. زي ما انت قلت الفريق ما فيش راحه غير بس يومين بعد الفوز ببطوله افريقيا، بعد كده دخلت في مباراه البنك الاهلي، ومن بعدها مباراه الانتاج الحربي. يمكن الجهاز الفني ادى الفريق يوم واحد بس راحه، ومن بعده يمكن وصل تمرينه امبارح والنهارده كمان التمرين الاخير زي ما قلت استعدادا لمباراه اسوان المؤجله من الاسبوع ال17. يمكن تدريب النهارده كان مقرر للخامسه مساء، ولكن طبعا نظرا لارتفاع درجه الحراره بشكل كبير جدا النهارده، فضل مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تاجيل المران نصف ساعه. يمكن انت من ورايا اكيد شايف الصوره، الفريق لسه نازل حالا في تمام الخامسه والنصف، الفريق يمكن لسه بيحصل على محاضره فنيه من المدير الفني، وبعدها هيبدا التمرين الخفيف زي ما احنا عارفين ده التمرين الاخير قبل المباراه ان شاء الله. يعني التمرين مش هيزيد عن ساعه وربع باذن الله رب العالمين، وبعدها الجهاز الفني هيعلن قائمة من 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة إن شاء الله لمواجهة أسوان غدا إن شاء الله في المباراة المؤجلة من الأسبوع 17 في استاد بتروسبورت 7 مساء. إن شاء الله تبقى خطوة من 9 خطوات بننتظرها محمد للظفر بالدوري والحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي و43 في تاريخ النادي الأهلي.
على الجانب الاخر بقى يمكن كنت بتتكلم كمان عن المنتخب الاولمبي وصعود النهارده. طبعا بنبارك للمنتخب الاولمبي وصوله لدور الثمانيه وملاقات البرازيل ان شاء الله يوم السبت المقبل. يمكن كان حديث مع كابتن صلاح حفيظ من اقل من ربع ساعه بالظبط داخل الملعب التتش هنا. بساله كابتن سيدي عن الموقف ايه، حضرتك كنت اتكلمت قبل كده وقلت ان احنا اخر مباراه هنلعبها بدون اللاعبين الدوليين هتكون مباراه اسوان. قال لي هو اللي حصل ما كانش اتفاق ما بين النادي الاهلي وما بين كابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه فقط، ده كان كلام كابتن احمد مجاهد لكل الانديه المصريه، ان في حاله صعودنا وفوزنا وصعود المنتخب لدور الثمانية مش هيبقى فيه اي مباريات في الدوري العام بغير اللاعبين الدوليين. طبعا زي ما انت عارف وكل الناس عارفين ان النادي الاهلي هو اكثر المتضررين، طبعا في 6 لاعبين من النادي الاهلي بيشاركوا في المباريات. فطبعا النادي الاهلي انت زي ما انت يعني 6 لاعبين بيغيبوا عنك في ظل الظروف وضغط المباريات. طبعا احنا زي ما عارفين النادي الاهلي بمن حضر واي 11 لاعب بيمثلوا النادي الاهلي طبعا بيكونوا قادرين على تحمل المسؤوليه. ولا هي في نقطة كمان يا توفيق، ولكن في ظل الظروف دي كلها طبعا وضغط المباريات اكيد اكيد في نقطة كمان، اكثر المساهمين للمشاركة مع المنتخبنا الاولمبي في هذا المحفل العالمي. لكن انت اكدت على كلام مهم جدا وتصريح رسمي من الكابتن سيد معاك منذ لحظات، قال فيه ان الاتفاق مش مع النادي الاهلي فقط، لان كمان في لعيبة بتلعب مع أندية اخرى. عندك مثلا سيراميكا كليوباترا لما يواجه الاهلي بيفتقد احمد ياسر ريان. فاتفاق المهندس احمد مجاهد طبقا اللي قاله ليك الكابتن سيد منذ لحظات، وده بقى مهم جدا عشان كل الناس تسمعه، ان ده اتفاق من المهندس احمد مجاهد مع كل الانديه، اذا المنتخب الاولمبي تاهل لدور الثمانيه مش هيكون فيه مباريات في الدوري الفتره اللي جايه الى حين عوده المنتخب الاولمبي. كده الكلام مظبوط، وده التصريح اللي قاله الكابتن سيد، او ده الاتفاق اللي قاله المهندس احمد مجاهد مع كل الانديه سواسيه وبلا استثناء، صح كده؟ بالفعل يا محمد. انا لما بسال كابتن سيد بقول له موقف النادي الاهلي، قال لي لا مش موقف النادي الاهلي، ده كلام المهندس احمد مجاهد لكل الانديه مش للنادي الاهلي. قال لي الكلام ما كانش بيننا وما بين المهندس احمد مجاهد، الكلام كان قدام كل الانديه، ان في حاله صعود المنتخب للدور الثاني مش هيبقى فيه اي مباراه بدون اللاعبين الدوليين، وهننتظر لعوده اللاعبين الدوليين لانديتهم. وطبعا كابتن سيد طبعا وكعاده النادي الاهلي طبعا احنا دايما داعمين للمنتخبات الوطنيه بجميع فئاتها، والنادي الاهلي اكيد هينتظر اللحظات يعني القليله او الساعات القليله المقبله عشان نتعرف على قرار اتحاد الكره. ولكن ده الاتفاق اللي كان مفروض ملزم لكل الانديه والنادي الاهلي، والنادي الاهلي اعتقد التزم ولعب 3 مباريات مهمه جدا في مشوار الدوري، يعني بما فيهم مباراه اسوان غدا يا محمد في ظروف صعبه جدا وفي ظل يعني نقص غياب لاعبين كتير جدا. ولكن النادي الاهلي كعادته داعم لكل المنتخبات الوطنيه، وكعاده النادي الاهلي دايما ملتزم باتفاقاته ووعوده اللي بيعطيها لكل الجهات مش بس اتحاد الكره المصري. اكيد اكيد يا توفيق. طيب جزئيه ثانيه كمان عايز اطمن منك، يعني في غياب لمحمد هاني اكرم توفيق مع منتخبنا الاولمبي، الجهاز بقى ان شاء الله هيحضر بشكل جيد بحيث ان الثغرات او النواقص بسبب غياب اللاعبين هيكون كل التحضير الجيد لمباراه اسوان، خاصه كمان ان عندك غياب عدد كبير جدا. فبالتالي بيتسو موسيماني شايفه حتى قدامه على الصوره قبل الدخول للمران، اكيد في تحضير بقى لكل ده، وهنعرفه منك بقى بعد نهايه المران لما تعلن القايمه، هنشوف ازاي بيفكروا الماتش بكره ان شاء الله يا توفيق. ان شاء الله بالفعل يا محمد زي ما انت قلت النادي الاهلي فيه نقص كبير طبعا جدا، سواء اللاعبين اللي في المنتخب الاولمبي زي ما اتكلمنا او كمان محمد هاني بيغيب للانذار الثالث، ولكن اعتقد في اكثر من بديل. مستر بيتسو موسيماني يمكن كان حريص انه يكون المران امس واليوم، يعني بس ربع ساعه في الاول كده مسموح لنا بالتواجد فيها، ولكن بعد كده المران بيكون مغلق بالكامل سواء امام وسائل الاعلام او حتى كمان اعضاء النادي الاهلي والمتابعين من خارج الاسوار، فالتمرين مغلق بشكل تام. ولكن يعني التمرين امبارح يمكن تم يعني تجربه اكثر من لاعب في اكثر من مركز، في المراكز هيكون في فيها نقص عددي وخاصه بالمركز الباك اليمين، لكن اعتقد في اكثر من لاعب، مش عاوزين نتكلم في التفاصيل طبعا عندنا مباراه مهمه بكره، لكن في اكثر من لاعب اعتقد قادرين بشكل اكثر من رائع ان هم يقوموا بالدور دوت. واعتقد ان اي 11 لاعب هيكونوا موجودين غدا في فريق النادي الاهلي ان شاء الله قادرين على تحقيق الفوز وتحقيق احلام وطموحات جماهير النادي الاهلي بالحفاظ على لقب الدوري العام الثالث على التوالي وال43 في تاريخه باذن الله. زميلي العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ومجهود جبار، وحاولت توصل لأهم التفاصيل والمعلومات لكل السادة المشاهدين عشان حالة البلبلة على السوشيال ميديا من النهاردة. احنا ما بنقولها كلام مهم جدا، المهندس احمد مجاهد اتفق مع كل الأندية في حالة تأهل المنتخب الأولمبي هيكون في تأجيل عشان كل الأندية، او في أندية تتضرر او مش هيبقى معاها لاعبتها المميزة في الفترة الحاسمة بالنسبة لمباريات الدوري. والأهلي دائما وابدا مساهم لكل المنتخبات الوطنية وبيسعى للوقوف مع كل المنتخبات خلال الفترة الحالية. طيب ده جزء متعلق بمباراة أسوان، جزء تاني وهو متعلق بقى بالشعبية والجماهيرية. في التواصل حتى مع وسائل الإعلام الأجنبية فوجئت إن حتى وانت بتتكلم، مش بتكلم في قارة آسيا ولا إفريقيا، انت بتتكلم حتى في قارة أمريكا الجنوبية، الإعلام الأرجنتيني الإعلام البرازيلي متابع لنهاية دورة أبطال إفريقيا، تأهل الأهلي للمرة السابعة في كأس العالم للأندية، برونزية الأخيرة في الدوحة، اسم الأهلي كبير في العالم كله. أبرز إعلامي الأرجنتين وأبرز الصحفيين في الأرجنتين الزميل الصحفي نوهيل لانزون، فوجئت
عامل فيديو وهو مرتدي تي شيرت الاهلي جاله وهو موجود في الارجنتين من كذا سنه، وانتظر اللحظه دي عشان يسجل فيديو لجمهور الاهلي وللنادي الاهلي عشان يهني الاهلي بالفوز ببطوله افريقيا والتاهل لكاس العالم للانديه. نتابع نشوف في هذا الفيديو التهنئه وحديث الصحفي الارجنتيني نوهيل لانزون للنادي الاهلي وجمهوره بعد الفوز بالعشره. Hello Mohamed, here Nahuel Lanzón from Argentina. Very happy about our 10th African Champions League. I saw the match here in Buenos Aires with some friends. We had a nice time here rooting for the biggest club in Africa, and now we are going to Japan and we are going to do more great things. So I'm very happy. Fuerza Lali, vamos carajo, and then that's we can do more. We can do more. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره ووقتنا بيجري معاكم بسرعه، بس يعني يلا مفيش مشكله. هنتكلم في اخر حاجه النهارده معانا هي الفقره الخاصه بالجماهير وتعليقكم على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، ايه اللي بيحتاجه منتخبنا الاولمبي عشان يقدر يفوز بميداليه في دوره طوكيو الاولمبيه. نشوف مع بعض مشاركه الجماهير والاراء بخصوص هذا الموضوع. طبعا محمد رابح بيقول الثبات الانفعالي وعدم الخوف والضغط العالي ونحافظ على شكلنا الهجومي. اخر راي معايا مصطفى علي بيقول ألف مبروك لمنتخبنا المصري الشقيق التأهل للدور القادم في انتظار منتخب عريق وقوي السامبا البرازيلي. المنتخب ما محتاج كتير شوية تركيز، وبإذن الله ستعبرون المنتخب البرازيلي إن شاء الله، بالتوفيق ليكم في المواجهة القادمة. مصطفى علي يبدو أنه من أحد الأشقاء، يعني نتمنى التوفيق رب لكل المنتخبات العربية، وتأهل مهم جدا لمنتخبنا الأولمبي، وفي النهاية هو انتصار لمصر وانتصار للرياضة العربية ولكرة القدم العربية والإفريقية. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير إن شاء الله الأسبوع القادم، ويكون منتخبنا عامل نتائج طيبة. الأهلي ماشي في الدوري بشكل رائع وعامل فريق كبير جدا، والحدث الأبرز النهاردة والكلام المهم اللي أختم به الحلقة اتفاق المهندس أحمد مجاهد مع كل الأندية بلا استثناء على تأجيل المباريات وعدم إقامة مباريات الدوري بعد تأهل منتخبنا إلى دور الثمانية مع كل الأندية، وليس اتفاق مع النادي الأهلي فقط. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.